وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن منظمة السياحة العالمية أعلنت الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي استضافته المملكة خلال الأيام الماضية وأشار القيسي إلى أن الأردن استقبل حوالي مليون مريض من 71 دولة خلال الاعوام الخمسه الماضيه مبينا ان نسبه الاطباء في الاردن هي من اعلى المعدلات في العالم